صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الثلاثاء 22 تموز يوليو 2014. بيسعدني رحب بضيفنا أبو عماد الرفاعي، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان. صباح الخير حاج أبو عماد، أهلا وسهلا فيك. اليوم غزة تخوض حربها، هل هي وحيدة؟ هل كل فصائل المقاومة باتحادها في غزة ستسطر بطولة، ويعني سطرت بطولات، لكن هل ستسطر انتصار؟ البعض يقول طالت الحرب، لكن الكل يعول على نتيجة أن تكون شبيهة بعدوان تموز 2006 وانتصار المقاومة على العدو الإسرائيلي. هل يمكننا الحديث عن انتصارات في ظل الدماء الكثيرة التي تسيل على أرض غزة؟ ماذا تحضر الجهاد الإسلامي، ماذا تحضر حركات المقاومة لمواجهة العالم، تحديدا العالم العربي؟ هل تعتبرون هذا العالم متخاذل متآمر، أو تعتبرونه بأنه صامت عن حق وهو حق المقاومة؟ اتصالاتكم مع حزب الله في لبنان، تواصلكم تحديدا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، تواصل أيضا مع الأمين العام للجهاد الإسلامي السيد شلح، وكان في تأكيد على دعم وإمكانية تعاون. هذا التعاون هل يتفسر بتعاون عسكري؟ هل يمكن تفسيره بأن يهب لبنان ليس فقط باتحاد نشراته الإخبارية، وإنما باتحاد كل القوى المسلحة للدفاع عن غزة في حال ضعفت غزة لوحدها؟ اليوم غزة مجددا تخوض معركة، هل هذه المعركة تخوضها غزة إثباتا لاستمرارية المقاومة وبأن فلسطين هي القضية الجامعة، أو لأنه أيضا تخوض معركة بسبب تخاذل العرب، والبعض يقول باستخدام دائم لفلسطين كشماعة ربما للعرب، أو كورقة مساومة في كل اتفاق دولي يتم الحديث عنه أو يتم بالورد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أخت نانسي في البداية أن أتوجه بالتحية إلى وسائل الإعلام اللبنانية التي بالأمس عبرت أصدق تعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وضد العدوان الإسرائيلي، وعبروا أن القضية الجامعة للأمة هي القضية الفلسطينية، وهذا أروع أشكال التعبير عندما نجد في الساحة اللبنانية هذا البلد المتنوع أن يجمع بالأمس على نشرة موحدة دعما للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. هذا حياة إنجاز. نوجه التحية لكل وسائل الإعلام اللي عبرت حياة أصدق تعبير بالأمس، والتحية موصول إلى شعبنا ومقاومينا ومجاهدينا في فلسطين في غزة الباسلة التي تواجه العدوان الهمجي الذي يرتكب المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ كل صباح وكل مساء. أما بالعودة إلى سؤالك، لا شك وللأسف القضية الفلسطينية البعض يحاول ألا يبقيها قضية جامعة، والبعض يعمل على أن تكون هذه القضية هي قضية ثانوية تخص الشعب الفلسطيني فقط، وكل ما تعيشه المنطقة من محاولة لإشغالها وإلهائها هو جزء من الاستهداف الواضح للقضية الفلسطينية. عندما انتصرت المقاومة في لبنان وحققت إنجاز المقاومة في فلسطين، أصبح الكيان الصهيوني يعيش أزمة حقيقية وجودية، وبدأت مراكز الدراسات الإسرائيلية وحتى أهم المراكز الإسرائيلية التي تبحث عن مستقبل الصراع العربي الصهيوني وعن مستقبل وجود الكيان الصهيوني بدأت تتحدث بشكل واضح وعلني بأن هل إسرائيل ممكن أن تبقى أو أن يعني قابلة للزوال. عندما يبدأ الاحتلال الإسرائيلي يفكر بهذه الطريقة يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يتراجع ويضعف، وبالتالي الذي سبب هذا التراجع هو المقاومة. اليوم للأسف هذا الإشغال هو لإبقاء القضية الفلسطينية، قضية يعيشها الشعب الفلسطيني وحده دون أن تكون هناك قوى أو عمق عربي وإسلامي للقضية الفلسطينية، وبالتالي الخشية التي نعيشها الآن أن هناك أصبح لدى الموقف العربي الرسمي قناعة بأن هذه القضية أصبحت تشكل عبئا عليه، وبالتالي يجب التخلص منها. هذا هو اليوم اللي البعض يقوله بأنه لطالما كان في انقسام عربي حول القضية الفلسطينية وتخاذل، وهذا التخاذل دفع ثمنه الفلسطينيون من تهجير ومن استيطان وتوسيع الاستيطان إلى أن يتحول الاحتلال إلى أمر واقع، وإلى أن تطالب إسرائيل بدولة على أراضي هي اغتصبتها. اليوم العرب يعني كل التخاذل اللي كان اسمه قبل، اليوم البعض يعني يشكو الغياب العربي. لحد اليوم ما سمعنا فعلا في مبادرة عربية جدية
إنقاذية، ما في راعي عربي اليوم قادر يقول أنا سوف أطرح حل أقله لو مؤقت مثل العادة عند العرب، لكن حتى الحل المؤقت غائب. هو للأسف الموقف العربي الرسمي غائب، ورغم كل المجازر التي ارتكبت منذ أيام خاصة في حي الشجاعية لم نسمع إدانة عربية ولا موقف عربي، لا لرؤساء ولا خارجية ولا لرؤساء دول، ولا إلى حتى للأسف بعض الأحيان غابت المواقف الشعبية إلى حد كبير جدا في الشوارع والعواصم العربية. يعني إحنا نجد في كثير من العواصم الأوروبية تحركات تندد بالعدوان، أما في العواصم العربية وفي البلدان العربية نجد تحركات خشولة، وهذا للأسف هو له علاقة بسبب الإشغال. كل قطر عربي يعيش أزمته الداخلية وهذا مقصود، والنظام العربي الرسمي متجاهل القضية الفلسطينية وغير معني الآن في القضية الفلسطينية، لأن اليوم للأسف الكل يحاول أن يعيد الاعتبار لذاته بعيدا عن القضية الفلسطينية، لأن في الماضي كانت القضية الفلسطينية رافعة لكل نظام عربي، كل نظام عربي كان يحدث أي انقلاب كان يرفع شعار فلسطين. اليوم للأسف من يريد أن يبقى على كرسي عرشه يجب أن يتخلى عن القضية الفلسطينية. هذا اليوم قدرة السلطة السطوة الأمريكية في المنطقة هو الذي اليوم للأسف فارض حاله على الأنظمة العربية. اثنين كمان هذه مسألة خطيرة، أن إسرائيل عندما بدأت بالانهيار خاصة بعد العدوان بعد حرب 2006 و2008 و2012 عندما الإسرائيلي بدأ يتراجع بدأت تتساقط الأنظمة العربية، لأن قوة النظام العربي الرسمي للأسف مرتبطة بقوة وبقاء إسرائيل، لأن هناك تكاملية بين بعض الأنظمة العربية وبين الكيان الصهيوني. عندما يضعف النظام العربي الرسمي تضعف هذه الأنظمة. اليوم يجب إعادة الاعتبار لقوة إسرائيل في المنطقة التي هزمت على أيدي المقاومة في فلسطين وفي لبنان، من أجل أن يعاد اعتبار الأنظمة العربية التي مرتبطة بالفلك الأمريكي. للأسف اليوم إحنا نشهد تخاذل عربي واضح وصمت عربي واضح للأسف في ظل ما يجري من مجازر يومية بحق الشعب الفلسطيني. كيف تصمت غزة بظل هذا التخاذل حتى الحصار من للأسف مثلا الحصار اللي بعد يصف مصر اليوم بأنها دولة تحاصر غزة بدل أن تفتح أقله معبر رفح لكي تتنفس غزة بظل هذا العدوان، يعتبر البعض بأنها تشارك بهذا الحصار. كيف استطاعت غزة حتى اليوم 17 من هذا العدوان أن تصمد؟ يعني الشعب الفلسطيني الذي يمتلك إرادة التحدي والصمود هو الذي ابتدع كل وسائل القتالية القادرة على مواجهة العدو الإسرائيلي، رغم أن كل إمكانياتنا في قطاع غزة لا تساوي 1.1% من قوة إسرائيل، لكن لدينا إرادة ولدينا قدرة على إنتاج ما نستطيع إنتاجه، وعملنا مع قوى في المنطقة لها علاقة في مشروع المقاومة، استطعنا بهذه الإمكانيات البسيطة أن نحقق نوع من الترسانة التي تستطيع من خلالها أن تشغل العدو الإسرائيلي وأن تؤثر في هذا الكيان الهش الضعيف الذي حجم كبير لكن في الداخل هو كيان ضعيف. اليوم عندما تمارس المقاومة هذا الفعل المقاوم في قطاع غزة وتصمد إن كان عبر إطلاق الصواريخ لمعظم المساحة فلسطين المحتلة عام 48، يعني معظم الكيان الصهيوني اليوم تحت مرمى صواريخ المقاومة، رغم بالمناسبة حتى أقول أنه هذه الصواريخ ليست صواريخ تستطيع إذا إجت على بناية تزر بناية، هي صواريخ معظمها صناعة محلية لكن تشكل حالة رعب وردع للعدو الإسرائيلي. اثنين الاحتلال الإسرائيلي اليوم يعني هذه الصواريخ عم بتقول حضرتك أنه قادرة أن تصل إلى مدى بعيد لكن أن تحقق أضرار جسيمة بمعنى أو أضرار كبيرة وتدمير بحال يعني في قوة تدميرية ما عندها، لا يعني هي حجم محدود في التدمير لكن وهذا يشكل حالة رعب حقيقي للكيان الصهيوني وللمستوطنين. إذا تطورت الأمور وإن شاء الله تتطور الأمور رغم كل الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني لأن تصبح قوة المقاومة إن كان القوة الصاروخية أو القوة الميدانية للمقاومين والمجاهدين تصبح ذات تطور أكبر مما هي عليه الآن. الجانب الآخر أنه اليوم الإسرائيلي عندما أراد أن يجتاح قطاع غزة بدأ يهول منذ أول بداية العدوان، اليوم الإسرائيلي بده بس مين يجي ينقذه ويطلع من هذه الورطة اللي وقع فيها الإسرائيلي. إذا لاحظت أنت سقف الأهداف العدوان على غزة كان متدني، مزبوط. في لبنان كان مرتفع، في العام 2008 كان مرتفع، في العام 2012 كان مرتفع كمان. اليوم الإسرائيلي تعلم تجربة أن رفع السقف لا يحقق
بل بالعكس هو بده نكسي لإله ولحتى على مستوى المستوطنين الصهاينة. اليوم سقف الأهداف منخفض، هو بالآخر شيء قال أنه أنا بدي أروح على الأنفاق وأهدم الأنفاق فقط، هذا كل ما كان يريد العدو الإسرائيلي من خلال عدوانه البري. اليوم الاحتلال الإسرائيلي لا استطاع أن يهدم الأنفاق، كل يوم يطلعون الشباب والمقاومين من تحت الأرض، والإسرائيلي اليوم يعيش حالة إرباك وخوف وقلق، خصوصا إذا وبالتالي يعني بيعلن الكيان عن مقتل 29 جندي. هذه بحرب تموز لم يعلن باليوم 18 عن مقتل 29 جندي. يعني إذا بدنا نقارن للأسف يعني بين تموز 2006 وتموز 2014، كأنه في ودائما في وحدة مسار ومصير بمواجهة هذا العدو، لكن حتى بالمقارنات تتشابه أعداد الشهداء، يتشابه حجم الدمار، تتشابه حتى خسائر العدو الإسرائيلي. وإن كانت اليوم في غزة البعض يتحدث عن أن هذا الرقم لم يعلن في اليوم 18 لعدوان غزة، لعدوان تموز 2006. نعم، الإسرائيلي بكل تأكيد حتى يعني قدرة العدو الإسرائيلي على إظهار حجم الخسائر اليوم مش واضح، وبالعكس في هناك اليوم سمعنا الآن أنه حتى الإسرائيليين في الداخل والإعلام الإسرائيلي يتحدث أنه في عدد كبير من القتلى، لكن لا يستطيع لأنه سوف يشكل كارثة. النقطة الأخرى، الإسرائيلي الآن في غزة الآن وفي شرق غزة بشكل أساسي ورئيسي، الجنود يعيشوا حالة من الهستيرة، البعض أدى إلى انتحار، يعني ما في نسبة انتحار داخل جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهذا دليل الخوف والإرباك والفشل الذي لحق بالكيان الصهيوني وبجيشه. قوة الإسرائيلي في قوة النخبة، يعني لواء جولاني هو أهم الألوية في الكيان الصهيوني، قائده بالصاب يقتل ومسؤول كتيبة في هذا اللواء يقتل. اليوم رأس الهرم تاع هذا اللواء اليوم قتلى وجرحى، إذا هذا كيان هش ضعيف هو بحاجة إلى إرادة. للأسف اليوم العرب على مر التاريخ كانوا يحاولوا يصوروا لنا أن الإسرائيلي هو بعبع يجب أن نخاف منه جميعا. اليوم المقاومة أظهرت للعالم وللأمة العربية والإسلامية هذا كيان من كرتون، كيان رغم كل ما يمتلكه من قوة ومن سلاح لكن ليس لديه إرادة القتال وليس لديه إرادة حب الموت، وبالتالي هو يواجه رجال لديهم عشق للشهادة دفاعا عن الأرض وليس حبا بالموت. هو يعتبر أن كرامته وحبا بالحياة، نعم، هو يعتبر أنه أن كرامته وكرامة أمته وشعبه هي في الشهادة، لأنه هو يحقق الحياة الكريمة لشعبنا الفلسطيني عندما يستشهد، وهو يستشهد من أجل هذا الشعب ومن أجل إعادة حقوقه. وبالتالي الإسرائيلي ليس لديه قضية، هو جاء المن والسلوى فكر في فلسطين وجاي يقطف ويأخذ المن والسلوى فقط تغير. هذا كيان ضعيف، إرادة المقاومة اليوم استطاعت أن تهزم هذه العجهية الإسرائيلية، لكن للأسف البعض يحاول أن يصور لنا وأن يهول لنا بأن إسرائيل ما زالت قوية. اليوم بدماء الأطفال في الشجاعية وفي غزة اليوم يهزم هذا الكيان الصهيوني. طيب هذه الدماء التي تدفع اليوم في غزة، هل هي فقط فداء لفلسطين أو أنها فداء للمقاومة في فلسطين ولكل مقاوم اليوم يعني يدعم هذه الأرض ويدعم هذه القضية، أو أنكم تعتبرون بأنها مجرد دماء تسيل في حروب الكبار البعض يقول وفي حروب المصالح الكبرى؟ الدماء التي تسيل من أجل فلسطين والمقاومة وجدت من أجل فلسطين، وبالتالي شعبنا الفلسطيني عندما يقدم هذه التضحيات هو يقدم من شان حبا بالموت؟ أكيد لا، شعب يريد الحرية. يعني الآن الشعب الفلسطيني الذي يعيش حصان منذ أكثر من 8 سنوات، الشعب الفلسطيني الذي لا يستطيع أحد أن يدخل أو يخرج إلا بتنسيق ومئة قصة ومئة تعقيدي، طب اليوم هذا الشعب الفلسطيني الذي يعيش هذا الحصار، وشعب الفلسطيني في الضفة الغربية كذلك يعيش حصار استيطان وتهويد واعتقالات وملاحقات ولا ما هيك. هذا الشعب ليس لديه خيارات، خياره الوحيد هو الدفاع عن كرامته. اليوم ما يمتلكه الشعب الفلسطيني بقي هو الكرامة، ولا يمكن أن يتخلى عن كرامته، وبالتالي هو يمارس هذا 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 الاستفسال بين الشعب الفلسطيني والمقاومة ضد العدو الإسرائيلي. يعني اليوم الشعب الفلسطيني في حي شجاعية مئات الشهداء والجرحى، ومشاهد الشهداء كانوا على الأرض كما شاهدنا مجازر صبرا وشتيلة، لم تنهر معنويات الشعب الفلسطيني. أنا أقول لك عندما تم الإعلان عن أسر الجندي الإسرائيلي هناك أسر بأكملها دفنت، بقي فيها واحد أو اثنين، هذا الذي بقي حيا اليوم قال كل أهلي هدول اللي راحوا اللي كانوا أعداد
يعني بعض 7 افراد وبعض 11 فرد وبعض 14 فرد من العائله قال كله هذا فدا فلسطين، فدا المقاومه، نسي جروحه والامه وعاش بهجه الانتصار. هذا الشعب لا يمكن ان يهزمه العدو الاسرائيلي. هل تعتبرون انه بمجرد اسر جندي مقابل كل من يسقط ومن يعني كل ما يدفع من ثمن غالي من ارواح ومن ارض ومن حتى مثل ما عم تقول من مكاسب حققتها المقاومه في فلسطين لكي تدافع عنها، اليوم في ضرب للقوى العسكريه للمقاومه لصمود اهالي غزه، لاهالي غزه باهلها وشعبها، هل أسر جندي واحد قادر أن يعوض؟ بالتأكيد لا. ونحن كشعب فلسطيني مش كمان برضو عندنا هواية أنه إحنا نقصر فقط، يعني أنه إحنا كل مشروعنا النضال اليوم قائم على الأسر. لا، إحنا اليوم شعب ندافع عن كرامتنا، ندافع عن أرضنا. يعني العدو الإسرائيلي هو الذي جاء واعتدى على قطاع غزة، ولم يذهب الشعب الفلسطيني ولا مقاومته واللي فتحت هي الاشتباك. الإسرائيلي هو الذي ارتكب مجزرة. الإسرائيلي هو الذي يمارس الإرهاب والتطرف كل يوم، وبالتالي الشعب الفلسطيني هو يدافع عن حقه، عن بقائه، عن وجوده، عن كرامته. وليس المسألة كمان برضو حتى ما يفهم البعض أنه إحنا بنحب الموت، يعني إحنا جماعة موتين، يعني لا، نحن نعشق الحياة، كل ما نمارسه من أجل الحياة، هذه الحياة الكريمة، لا نقبل أن نعيش أي حياة. وبالتالي نحن اليوم نعيش حياة تحت الحصار، نحن نعيش حياة في قطاع غزة تحت القتل والقصف الإسرائيلي اليومي، لا يمكن أن نقبل كشعب فلسطيني بهذه الحياة أيا كانت التضحيات. نحن ندفع تضحيات غالية وثمينة وكبيرة جدا، ما يقارب 600 شهيد و 4000 جريح الآن في فلسطين في قطاع غزة بالذات، لكن نحن أمام كرامتنا وأمام رد العدوان. هؤلاء الشهداء نحتسبون عند الله سبحانه وتعالى شهداء، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى هؤلاء الشهداء، لكن نحن لا يمكن أن نستسلم للعدو الإسرائيلي، وهذا العدو الإسرائيلي يفهم ذلك جيدا أكثر للأسف من العرب. من اليوم يفاوض على الهدنة؟ يعني اليوم سمعنا، هل صحيح في هدنة اليوم في قطاع غزة من 10 حتى 3؟ نعم، الأمين العام للأمم المتحدة طلب هدنة من الساعة 10 للساعة 3، 5 ساعات. قوى المقاومة وافقت على ذلك، وانا اعتقد يمكن الاسرائيلي برضه كمان وافق. يعني قبل ما اجي يعني كان في هدنه انسانيه، في هدنه انسانيه لهناك عدد كبير من الشهداء ما زالوا تحت الركام نتيجه القصف الاسرائيلي، وبالتالي يعني بحاجه الى انتشالهم. طب هذه الهدنه الانسانيه كيف بالامكان تحويلها الى وقف اطلاق نار؟ بشرط واحد، ان يرفع الحصار عن قطاع غزه. يرفع الحصار، البعض يقول بأنه كان دائما أيضا شعار رفع من 2008 إلى 2012 إلى كل يعني من 8 سنوات لليوم، كل ما يصير في عدوان وكل ما يصير في هدنة وكل ما يصير في وقف إطلاق نار يكون الحديث عن رفع الحصار، ليتبين لاحقا بأن الحصار ما زال قائما. اليوم هل هو سقف من السقوف العالية ترفعونه، أو أنه قادرين إنكم تحققوا هذا المطلب؟ هو أقل المطالب، يعني شعب محاصر، الدواء بفوت بالقطارة، الكهرباء تقطع وقت ما يريدوا يعني الإسرائيلي، وممنوع يفوت النفط والمواد النفطية إلى قطاع غزة لتوليد الطاقة، البضائع بتفوت كيف بده الإسرائيلي، مواد البناء، يعني كل مناحي الحياة مقبوضة من قبل قبضة الاحتلال الإسرائيلي، ويتحكم بالدخول والخروج كما يشاء، يعني حركة البضاعة وحركة الناس حتى معبر رفح. اليوم مطلوب أن ترفع هذا الظلم والغبن المفروض على الشعب الفلسطيني منذ 8 سنوات، وبالتالي هذا أقل المطالب. يعني شعب يريد الحياة، ما عم نطلب أنه إحنا الآن بنقول يعني وقف إطلاق النار مقابل الانسحاب الإسرائيلي من كل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ولا من هناك. لا، نحن مطالبنا متواضعة جدا، لكن للأسف البعض لا يريد أن يعطي لهذا الشعب الفلسطيني هذا الحق، وهذه جريمة برسم النظام العربي الرسمي. يعني أنتم اليوم مطالبكم بشو بتتلخص؟ بالسابق حكي عن أنه حماس أعلنت لائحة مطالب، البعض اعتبرها خيالية، البعض اعتبرها بأنها تريد إعلان دولة غزة، وهذا من مطالب الإسرائيليين أن تصير كل حجم دولة فلسطين أن يختصر بدولة غزة. هل صحيحة الورقة التي ورقت المطالب التي سربت سابقا؟ نعم، هناك مطالب، 6 مطالب تم الإعلان عنها من قبل حركة الجهاد الإسلامي وحماس، وتم إعطاء للجانب المصري، ونوقشت مع الجانب المصري عندما كان الأخ نائب الأمين العام في القاهرة.
والأخ موسى مرزوق كذلك، وسلمت لبعض الأطراف العربية. وبالتالي يعني المطالب التي تطلبها المقاومة ليست طلب مطالب تعجيزية وليس رفع للسقف، هي مطالب محقة. يعني واحد محاصر في أرضه، هذا طلب أنه يرفع الحصار عنه، هل هذا رفع بس السقف؟ بس هو هل اختصر الموضوع على رفع الحصار؟ هو رفع الحصار، هذا رفع الحصار وإعلان وقف إطلاق نار لمدة 10 سنوات. لا هذا لا، ليست بالورقة هذه. لا المطارات، أن يتحول، أن يكون هنالك مطاران في غزة، صحيح؟ يعني كثير علينا كشعب فلسطيني. لا، البعض يقول أنه هكذا مطالب يعني تقزم حق الفلسطينيين بأرضهم، يعني تتحول إلى أنه غزة هي الدولة. يعني اليوم الشعب الفلسطيني إذا بده يقول أنا بدي مطار ولا بدي ميناء، بزمن ما كل يوم بده، إذا بده يطلع على مصر، المنفذ الوحيد اللي بيطلع منه فلسطيني هو الرفح، بده تنسيق. ويوم مفتوح المعبر وعشرة مسكر، وناس يعني حياتها وأرزاقها مربوطة بالمعبر. يعني إذا واحد بيجي عنده زور أهله برفح أو بغزة ومعاه إقامة لأي دولة كان، وبيجي بسكر المعبر وبتروح إقامة الموجودة نتيجة البقاء في قطاع غزة تلتغي موضوع التأشيرة أو الإقامة في أي دولة أخرى. طب هذا مش هو ظلم لهذا الشعب ولهؤلاء الناس وقطع أرزاق الناس؟ اليوم هل المطلب بفتح وضع مطار أو بفتح ميناء لشعبنا في قطاع غزة، هل هو طالب مطلب غير محق ولا غير عادل؟ طب ماذا ستقدمون بالمقابل؟ لكن احنا نقول احنا بدناش اليوم المعبر يفتح، وعارفين بده المطار بده سنوات طويلة، وبدناش نقول انه احنا الميناء بكرة بدنا نفتحها، المعبر بتكون يفتح. يعني على الأقل بالحد الأدنى هذا مطلب مشروع انت بتحطه، حقك انك تقول انا بدي مطار وانا بدي ميناء. لكن برضو المعابر، ايش اللي بيمنع انه تفتح هذه المعابر؟ شو اللي بيمنع انه تفتح المعابر تحديدا؟ مثلا معبر رفح شو اللي بيمنع انه يفتح؟ المصريين دائما يتحدثون عن ان هناك ظروف امنيه لا تسمح بفتح المعبر 24 ساعه، وانا اعتقد يعني اذا كان في هناك ظروف امنيه من الممكن ان تاخذ اجراءات السلطات المصريه امنيه تمنع الخطر الذي قد يتهدد ان كان الموظفين او رجال الامن. هل مستعدون عن التخلي عن الانفاق في حال فتح المعبر؟ وبعد في انفاق؟ ما بقى في انفاق؟ كلها دمرت. دمرت الانفاق بتعتبر بهذه الحرب؟ لا، الاخوان المصريين يعني دمروا الانفاق بشكل كبير جدا. بشكل كبير ولا بشكل كامل؟ يعني بنسبة كبيرة جدا، ما عادش في شو في انفاق. يعني بين ما كان في عندك 1200 نفق تقريبا لما يتدمر، ويعلن المصريين عن تدمير ما يقارب، يمكن تم الإعلان شيء 900 نفق. 900 نفق. راح تابع معك. وهل العدوان هو فقط على غزة من قبل الإسرائيلي، أو أنه البعض يقول أنه مثلا بالحديث وبالكلمات التي نسمعها على الإعلام المصري، البعض يقول بأن هذا ما جنته الإخوان وهذا ما ستدفع ثمنه حماس؟ رح نتابع بهذا المحور علاقتكم مع حماس، مع علاقة حماس كضلع الإخوان مع حزب الله ومع المقاومة، وهل فينا نحكي بعد عن محور ممانعة ومقاومة؟ أكيد هذه المواضيع زميلتنا رونا حلبي كمان مضطرقت لها بفقرة الصحف. صباح الخير رونا، تفضلي. شكرا نانسي، صباح الخير لكل المشاهدين. الجولة على الصحف رح تبدأ من صحيفة الأخبار وما كتبه إبراهيم الأمين بعنوان كل فلسطين مقاومة. ليس مثل الناس العاديين من يفحص حقيقة الحدث وحقيقة المقاومة الناصعة في غزة اليوم، حيث التضحيات الهائلة والإنجازات التي يرى الجمهور خواتيمها فقط، لكن التفكير في كيفية الاستعداد لها يدفعنا إلى تقدير حجم الجهد لترتيب الأسلحة المستخدمة في المعركة، وحجم التفكير لوضع الخطط والتدرب عليها، وحجم الصبر تحسبا ليوم المواجهة، وحجم اليقظة الذي سكن عقول من يقود المقاومين هناك. يكفي النظر إلى الإنجازات حتى يتمكن الناس العاديون من فهم أن ما يجري اليوم في غزة يتجاوز أهل القطاع ويتجاوز حتى أحلامهم وأحلامنا. هذه هي الحقيقة التي تجعل راية المقاومة فوق كل الرايات. يكفي النظر إلى عيون التحدي في وجوه الفلسطينيين المتظاهرين في كل فلسطين التاريخية حتى ندرك حجم الانتصار الذي يسكن عقول هؤلاء،
ويكفي النظر إلى ارتباك عناصر الشرطة الفلسطينية في رام الله والخليل ونابلس، ويكفي النظر إلى حجم الاستنفار الأمني الإسرائيلي الموصول بعجز فعلي عن قمع الشارع العربي في فلسطين حتى نتلمس حجم الهزيمة التي دخلت عقول الإسرائيليين. كل ذلك يبين أن المقاومة عادت الخيار الأقوى للفلسطينيين أولا وتجاوزت الكثير من الانقسامات السياسية. ومن الأخبار إلى صحيفة السفير وما كتبه عماد مرمل اليوم: انطوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح على أكثر من رسالة ودلالة في هذه اللحظة المفصلية في المواجهة مع إسرائيل، لا سيما لجهة تأكيده الاستعداد للتعاون والتكامل. وفي انتظار المزيد من المواقف التي سيطلقها السيد نصر الله خلال خطابه في مهرجان يوم القدس العالمي الجمعة المقبل، يؤكد القريبون من دائرة النقاشات الداخلية في الحزب أن حزب الله يعتبر أن أهمية ملحمة غزة تكمن في أنها أعادت التذكير بأن فلسطين هي القضية المركزية والأصلية وأن إسرائيل هي التي تشكل التهديد الأكبر والحقيقي في المنطقة، وبالتالي فإن كل ما يحصل من افتعال لصراعات وعدوات أخرى إنما يتعارض مع وجهة السير المفترضة نحو فلسطين. ولعل نجاح غزة في دفع حزب الله وتيار المستقبل على سبيل المثال إلى توحيد نشرتي أخبار شاشتيهما التلفزيونيتين ولو لبضع دقائق فقط كرما لعيون فلسطين وتقديرا لتضحيات أبنائها، إنما يعطي إشارة وإن تكن رمزية إلى القدرة على الجمع التي لا تزال تتحلى بها القضية الفلسطينية في زمن القسمة. وإلى صحيفة المستقبل والنشرة الموحدة كتبت رولا عبد الله: فلسطين لست وحدك، جاءوك متضامنين يدا بيد وجرحا بجرح وشاشة بشاشة وصوتا بصوت، فشكرا لك غزة. شهداء غزة ودمارها وأطفالها ودماء نسائها الثكالى وحدت الشاشات الثماني التي تكاتفت مداورة في مقدماتها الخاصة وتحقيقاتها المصورة، عسى الكلمات تصلح للمواساة وشد الخواطر. بالطبع كان إنجازاً أن يجتمعوا معاً في شاشة واحدة هم المتخاصمون في السياسة إلى غزة الموجوعة. بدأ البث التضامني المشترك وعلى مدى نصف ساعة، وبدأت الحياة تدب في غزة على الشاشات في مساءات كانت متروكة للعتمة ولوابل القذائف ولأنين الأطفال. الفلسطينيون يواجهون آلات القتل والدمار ببطولات سطرتها غزة وغيرها بزخم الماضي بثوارها وأحفادها وضحكة شيوخها، فيما الإعلاميون يواجهون العدوان بتقارير فيها الكثير من العواطف والحزن والفرح معا. ومن صحيفة المستقبل عودة إلى صحيفة الأخبار وما كتبه جان عزيز اليوم ردا على خطاب سعد الحريري رئيس سعد الحريري في إفطار تيار المستقبل: لنكشف الأوراق كلها يا دولة الرئيس كما اعتدنا دوما، فنحن أناس لا يعرفون التقية ولا الباطنية ولا نهج اللغتين أو اللسانين أو الوجهين. نحن أناس كما تعرف يقولون ما يفكرون فيه ويفكرون كما يقولون. خريطة الطريق التي طرحت محكومة بالمأزق المستمر محليا، لا مفتاح في ذاتها لحل أو حلحلة. كلام مقلق يا دولة الرئيس، إن لم يكن في حيثياته فعلى الأقل في استذكاراته. واسمح لعقولنا بألا تستغبى وبألا تتعطل، فالعقل الموضوعي يذهب في قراءة كلامك كالآتي: هناك متغيرات خارجية آتية في العراق بين الرياض وطهران برعاية واشنطن يمكن أن تمثل الفرصة السانحة، وهناك موقف من بكركي يدعو إلى ملء الشغور كيفما كان. عندها يجري عطف اللحظة الخارجية على الموقف البطريركي فيفرض على بكركي وعلى المسيحيين وعلى كل اللبنانيين أي رئيس كان، لا بل أي دمية تفرضها صفقة الخارج، فتغطيها بكركي مضطرة في لحظة خوفها على الوطن والكيان والنظام والميثاق، ونكتشف متأخرين أن فقدنا سيادتنا تمهيد لخسارة وطننا. حق العقل يا دولة الرئيس أن يدفعه كلامك، أن يدفعه كلامك من حيث الظن في لا من حيث الظن في نياتك، بل من حيث استذكار ربع قرن كامل إلى استحضار مأساة الطائف مرة ثانية، وأن يتصور في خارطة طريقك سيناريو 13 تشرين ثاني سياسيا هذه المرة، بحيث تسحق إرادة المسيحيين وكل اللبنانيين ونسقط في وصاية دولية لم تنتهي قبل أقل من عقد إلا بنضالات كثيرة كانت آخرها دماء والدك يا دولة الرئيس. صحيح أن إيمان بكركي يكفيها حصانة من لدغة جحر
2001 مرتين، لكن الصحيح أيضا أن الإيمان لا يعطل العقل يا دولة الرئيس، لا عندك ولا في بكركي ولا طبعا عند كل صاحب عقل. وإلى صحيفة النهار وكاريكاتير حول مسيحيي العراق، نقرأ مسيحيو الموصل طبعا بريشة أرمان حمصي. ومن النهار إلى الخبر الأخير وعودة إلى صحيفة السفير، في هذا الخبر عن حافلة عمومية للاستحمام. اتخذت مجموعة أمريكية غير ربحية مقاربة جديدة لمسألة مساعدة المشردين في مدينة سان فرانسيسكو من خلال تمكينهم من الاستحمام في حافلة تم تجهيزها لهذه الغاية. وتمكنت المجموعة من تجهيز حافلة قديمة للنقل العمومي بغرفتين صغيرتين للاستحمام يتوفر فيهما الماء الساخن والصابون، بالإضافة إلى مرحاضين نظيفين ومناشف مجانية. وتحاول مؤسسة حافلة الاستحمام المتجولة إعادة بعض الكرامة إلى أولئك الذين يعيشون في الشوارع، فبحسب رأيها يعيش المشرد في الشارع ويصبح معدما لا يستطيع التقدم إلى وظيفة أو استئجار منزل، فيتجرد بذلك من كل ما يمت إلى الإنسانية بصلة، ولذلك قد يكون الاستحمام أمرا رائعا نقدمه إلى المشردين. بهذا الخبر نوصل لنهاية جولتنا على الصحف، عودة إلى متابعة برنامج الحدث مع نانسي. شكرا رونا. نحن بحاجة لهذه الحفلات أيضا بلبنان، عنا مشردين كتير أيضا على الطرقات، يا ريت حدا بيتذكر أنه في إنسانية في النفوس. حضرتك مع أنه فعلا يكون في نظرة، يعني البعض يقول بالأمس أنه انظروا بإنسانيتكم، وشفنا كيف التواصل مع مواقع التواصل الاجتماعي ردت على النشرات الموحدة أنه مش بس تتوحدوا على فلسطين، توحدوا على النظرة إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إلى اللاجئين السوريين، توحدوا أيضا على بعض القضايا اللبنانية بدل هذا الانقسام الكبير. هو لا شك هناك قضايا يعني كبيرة ومهمة يجب الالتفات إلى والتوحد حولها، لكن يعني لا شك أن التوحد بالأمس هو إشارة إيجابية ونقلة حياة مهمة ونوعية، على أمل أن تتكرر توحيد المواقف إن كان في لبنان أو مستوى الوطن العربي بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة، إن كان على المستوى الأمني وإن كان على المستوى السياسي وإن كان على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. نعم، راح تابع معك أبو عماد، لكن اسمح لي أن أنتقل إلى فاصل إعلاني صغير ونعود. مشاهدينا برحب فيكم مجددا، ونتابع حوارنا مع ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو عماد الرفاعي. قبل ما أبدأ معك حاج أبو عماد، لابد من الإشارة إلى أن قناة الجزيرة وضعت في خبر العاجل الآن بأن الجيش الإسرائيلي يستهدف مكتب الجزيرة في غزة. بهذه من دقيقتين هذا الخبر، إن شاء الله يكونوا الزملاء بخير، وإن شاء الله فعلا يعني أنه ما يكون أصاب أي مكروه أي من الزملاء في القناة وفي كل الإعلام الذي هو مستهدف كما كل الغزيين، يعني هن أبناء غزة وبأرضها. كان السؤال قبل ما نبدأ بالصحف، إلى أي مدى تأثرت أو أثرت أن تكون حماس من ضلع الإخوان المسلمين في هذه المعركة؟ لأول مرة بعد الربيع العربي أو معرفة بالربيع العربي تستهدف غزة، والبعض يقول أنه أثبت هذا الأمر بأنه أول ضحايا الربيع العربي هي ضرب قضيته المركزية فلسطين، والدليل مثل ما كنا عم نقول لحد الساعة ما في تظاهرة مركزية، تظاهرة مؤثرة خرجت من أي من بلدان القطر العربي ومن ضمن لبنان. للأسف ما سمي بالربيع العربي لم يصل إلى مستوى، لا على مستوى تطلعات البلدان التي حصل فيها الربيع العربي، بل على العكس احنا نشاهد حجم تمزيق القطر العربي الواحد إلى أقطار متعددة، إن كان على المستوى العرقي أو كان على المستوى المذهبي. وللأسف اليوم نحن نشاهد على المستوى العربي كله كم حجم إغراق الساحات العربية بعد الربيع العربي، ما يسمى بالربيع العربي، بمشاكلها الداخلية، وبالتالي هناك محاولة لإشغال حقيقية للشعوب العربية عن القضية الأساس والقضية المركزية، وبالتالي من للأسف كمان بقول واحد من الخطأ أن يتم التعاطي مع القضية الفلسطينية وكأنها جزء من القضايا التي تحصل في المنطقة.
يعني وكأنه الصراع مع الإسرائيلي اليوم مع الكيان الصهيوني هو قد يكون جزء مع أي صراع، كأنه فلسطين تخوض ثورتها ضد نظام يعني. بالضبط، يعني اليوم للأسف البعض بحاول أن يصور ذلك، وبالتالي عدم تفاعل العواصم العربية والشعوب العربية مع القضية الفلسطينية بهذا الحجم، رغم أنه هناك باليمن بالمغرب في بعض الدول العربية خرجت مظاهرات ضخمة وكبيرة جدا، لكن في كثير من العواصم العربية والبلدان العربية لم يتم فيها التفاعل كما هو مطلوب. البعض مثل ما سمعنا على بعض من الإعلام للأسف تحديدا المصري يقول عنا طار مع حماس ولتدفع حماس هذا الثمن ولو إسرائيل دفعت إياه، ونحن مع القضاء على حماس نتيجة لما يعتبروا بأنه عانوه من معاناة مع الإخوان المسلمين في مصر. هل أخطأت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأنها ولطالما نأت بنفسها عن مثل ما بيقولوا تجاذبات السياسة أنها دخلت وأدخلت بهذه التجاذبات وبهذا الانقسام وحتى بهذه المواجهة ببعض الأحيان كما جرى في مصر؟ هو دائما من الطبيعي أن تجد بعض الإعلاميين أن يتحدثوا عن كثير من القضايا بنوع إما من الجهل عن طبيعة ما يدور أو نوع من الحقد الموجود داخل كل شخص، لكن في إعلاميين مصريين تحدثوا بشكل رائع جدا في على مستوى الشعب المصري، يتحدثون عن القضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة بنوع من التفاعل. لكن من الخطأ، يعني خلينا نثبت أن من الخطأ أن يتم التعاطي مع ما يجري في قطاع غزة من زاوية أن الموضوع هو يتعلق في حماس فقط لا غير، لأنه فينا خلاف سياسي بين حماس وبين بعض الأقطار العربية. العدوان الذي يجري في قطاع غزة هو عدوان على الشعب الفلسطيني وليس على حماس. العدوان الذي يجري في غزة هو عدوان على الأمة، كل الأمة. غزة اليوم الحصن الأول أو الخط الدفاع الأول عن الأمة كلها. ويدرك المصريين أن اليوم ما يقوم به أهل غزة من مقاومة صلبة ومن شعب يواجه كل أصناف العدوان والمجازر هو يدافع عن القاهرة. الإسرائيلي المصريين يدركون ذلك، أن لولا والأسف وإحنا هذا سمعناه ما قبل الثورات العربية من بعض الشخصيات المهمة في مصر الذي كان يقول الفلسطيني الآن يدافع عن الخط الأول عن مصر، هو يدافع عن أمن القومي المصري. الإسرائيلي عندما ينتهي من غزة لا سمح الله سوف ينشغل وسوف يركز كل طاقاته وإمكانياته على مصر. اليوم إذا بيحصل هناك خلل أمني في مصر أحد أطراف هذا الخلل هو الكيان الصهيوني. اليوم موضوع السودان وتقسيمها الذي أثر على مصر هو أحد أسبابه كان الكيان الصهيوني. اليوم النيل وسد النهضة في إثيوبيا ليس وراء جزء أساسي من وراء المخابرات الإسرائيلية لقطع المياه عن النيل عن مصر وتعطيش مصر. هناك مشروع إسرائيلي يستهدف مصر ليس منذ الآن، لأنه مصر بحكم أنها جارة فلسطين وبحكم أن مصر كشعب إسرائيل لا تقف عند فلسطين. الشعب المصري شعب من أكبر الشعوب العربية الموجودة، وبالتالي هناك قلق تشكله مصر على الكيان الصهيوني. وبالتالي لو لا سمح الله انتهت غزة بشكل حالة إشغال العدو الإسرائيلي، المقاومة في فلسطين عامل إشغال كبير عن الاحتلال الإسرائيلي على الأمة كلها. الهدف من وراء مشروع التسوية كان أن يكون الفلسطيني جسر عبور لوصول إسرائيل إلى كل العواصم العربية ويرفع العلم الإسرائيلي في كل العواصم العربية، ولتهيمن إسرائيل اقتصاديا وأمنيا على المنطقة. الذي منع هذه الهيمنة ومنع صوت إسرائيل الأمنية وحتى الاقتصادية هو المقاومة في فلسطين الذي أفشلت المشروع الذي كان يراد منه أن تكون إسرائيل جزء ليتجزأ من الواقع العربي. اليوم الشعب الفلسطيني يدافع عن الأمة، وليس هذا من باب المبالغة، هذا حقيقة. وللأسف بعض الإعلاميين إذا لم يدركوا ذلك عليهم أن يدركوا. لكن هل ما زالت المقاومة في فلسطين اليوم تشبه نفسها كمقاومة عام 2012 وعام 2008؟ هل اليوم يعني كنتوا بمحور والبعض منكم صار بمحور آخر؟ البعض يقول أنه بعد 17 يوم من العدوان على غزة كأن حماس تقول عدتوا إلى قواعدي سالمة، عدتوا إلى حضن المحور أو إلى حضن الممانعة سالمة، ولأنه تبين لأنه من يدعم المقاومة ومن دعم المقاومة سابقا هو نفسه من يدعم المقاومة اليوم. اسمح لي أن يعني أتحدث بوضوح أن فلسطين يؤتى إليها ولا يجب أن تأتي إلى أحد. فلسطين هي مركزية الصراع مع محور الشر كله في المنطقة وفي العالم، وبالتالي يعني فلسطين يجب أن يؤتى إليها.
ولا يجب أن نذهب نحن كفلسطين لا لهذا المحور ولا هذا المحور. بس ذهبت حماس بعد الأماكن. خليني أقول عندما يكون هناك يتشكل محور للدفاع عن الأمة والدفاع عن فلسطين والدفاع عن كرامة هذه الأمة، هذا محور هو محور فلسطين، لا هو محور إيراني ولا هو محور سوري ولا هو محور إيش بدك تسميه، هو محور فلسطين. يعني عندما يتشكل هذا المحور، من أتى إليكم وبقي؟ من أتى إلينا؟ كل من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني هو مين يعني اليوم بالموجودين؟ أنا بدأول في إلى حد ما في نوع من الغياب الظاهر، لكن في الداخل قد يكون نوع من التفاعلات موجودة هناك. هناك ما زال مين حضر سابقا وغاب اليوم أو غياب ظاهر له؟ سوريا؟ لا، سوريا عبر رئيس الأسد عن موقفه، وهذا باعتقادي كان تعبير رائع. بس موقف ما في دعم؟ الدعم يعني طالما أنت مفتوح لك المجال في سوريا ما زال وكحركة مقاومة، هذا جزء من الدعم. يعني عدم الضغط والحصار وخنق المقاومة، أنا أعتقد هذا جزء من الدعم. تعتبر اليوم أنه سوريا ما زالت تدعم هذه الحركة؟ الموقف الرئيس الأسد عبر عن ذلك بشكل واضح. إيران؟ إيران ما زالت موقفها واضح في هذا الموضوع وما زالت تدعم بهذا الاتجاه. هل مصر تعتبر ليست فقط غائب وإنما متآمر على المقاومة؟ لا أستطيع أن أكون متآمر. مصر عبد الفتاح السيسي. لا أستطيع أن أكون متآمر. يعني مصر السلطة المتمثلة برئيسها. لكن أنا أقول التعاطي مع ما يجري من عدوان على قطاع غزة ومن عدم فتح المعابر بشكل دائم هو جزء من إجحاف بحق الشعب الفلسطيني. تترحمون اليوم على أيام حسني مبارك؟ يعني فكيش تقارني بهذا الموضوع، لكن أنا أستطيع أن أقول بأنه لا، زمن حسني مبارك كانت الأمور أفضل بكثير مما هي عليه الآن. أوف. نعم للأسف. وحتى يعني الأنفاق لم تهدم، إدخال السلاح في زمن حسني مبارك كان يدخل يعني أكثر كمية السلاح أدخلت إلى فلسطين وفي زمن حسني مبارك. هل تعتقد؟ وليس من باب أنه إحنا نقول حسني مبارك، يعني بالنهاية كان علاقه وارتباطه، لكن بحكم أن الشعوب العربية ما زالت حية كانت وعند روح ولم تمزق هذه الشعوب العربية، كان النظام العربي الرسمي يخاف من هذه الشعوب، وبالتالي كانت عاطة بنوع من الاستحياء في الضغط على المقاومة، وكان في قلق من أن يجي يضغط على المقاومة. اليوم للأسف بيضغط على المقاومة وبيدعس عليها، وبالعكس الشعوب العربية يمكن بعض بزقف له، لأنه اليوم انشغال الأمة العربية تقسيم هذه المنطقة بصراعاتها بفتنها التي تجري في المنطقة، هو ما عادش حدا يقول لك، بس كل واحد صار يبحث عن القطر تاعه وعن الحي تاعه وعن المربع تاعه. بدل أن كانت الأمة تنظر إلى القضية بمنظار وسيع، اليوم لا، بطلت تنظر إلى هذه القضية بهذا المنظار، ستنظر إلى منظارها الضيق بحية وبزروبة وبقبيلتها وبعشيرتها وبطائفتها. هل أكثر من أذته حركة الإخوان المسلمين وثورة الإخوان المسلمين في بعض المناطق العربية هن حركات المقاومة الإسلامية؟ عفواً، يعني أكثر ناس دفعوا ثمن خروج الإخوان المسلمين إلى الضوء مجدداً هن أنتوا كمقاومين؟ لا شك، لا شك هناك انتكاسي لمن تسمي مش كتير الإسلام السياسي، هو وجود الإخوان في السلطة. يعني استعجال حركة الإخوان المسلمين للوصول إلى السلطة كان استعجالا خاطئا، لأنه يعني النظام ترك موروث كثير ثقيل، إن كان على مستوى الاقتصادي إن كان على مستوى الاجتماعي. ما بتيجي حركة الإخوان المسلمين بدل ضحاها التي لا تمتلك الخبرة ولا الإمكانيات ولا القدرات تيجي تقول بدي أسلم سلطة، وما زال السلطة معشعش فيها كل العقلية والذهنية للحرس القديم أو للسلطة القديمة، وبالتالي ما فيك تتيش تقول أنا بدي أطلع على سلطة. إضافة إلى ذلك اليوم الغرب ما زال متحكم للأسف على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المالي وعلى المستوى الأمني، متحكم بكل منافذ الحياة في هذه الأمة، وبالتالي بدأ كان روية في الموضوع. وأنا أدرك يعني اليوم كثير من المراجعات الإخوان يتحدثون عن أخطائهم عن استعجالهم وهذا ما كان لازم يحصل، في مراجعات موجودة الآن. البعض يقول أنه أنتم كجهاد لم تجنحوا باتجاه للأسف، يعني البعض يقول أنه العودة إلى السنية، يعني هذا اللي صار أو هذا ما تتهم به حماس، أنه سنيتها أخرجتها من قضيتها الأساس ومن محورها الأساس وهو محور الممانعة. هل تعتبروا أنه هيدي اللحظة لحظة أن خرجت حماس من سوريا
واختارت أن تذهب باتجاه الخصم، خصم سوريا اليوم هو بعض دول الخليج. هل خروجها كان هو السبب هذه النكسة التي تعاني منها اليوم؟ لا شك الموقف اللي اتخذته حركة حماس أثر كثيرا على الإخوة في حركة حماس، لكن اليوم حماس عندما تكون فاعلة وجزء أساسي من مشروع المقاومة هي تريد الاعتبار للحالة ولذاتها ولوجودها. وبالتالي اسمحي لي أن أقول بأن نحن كفلسطينيين يجب علينا ألا نتمحور لا في هذا الاتجاه ولا في هذا الاتجاه. نحن مع قضيتنا، من يأتي إلينا نحن معه. هل أحد من دول الخليج اللي جاءت إليكم اليوم؟ لا للأسف، دول الخليج اليوم لديها رؤية مختلفة ولديها انقسامات. شو رؤيتها؟ اليوم للأسف معظم دول الخليج اليوم بعقلها لم يعد لا فلسطين ولا قضية فلسطين. عندها السعودية موضوع سوريا سقطت منها، وعندها إيران، السعودية وعندها خلافات الداخلية العربية العربية. السعودية كانت تعتبر بأنها قائدة الخليج وبأن بكل المراحل حين يعني تصل الأمور إلى حدتها إلى عدوان لا بترجع بتاخذ موقف تصويبي ودعم لفلسطين وحتى للبنان بمرحلة معينة. اليوم بتعتبروا أن السعودية حتى الساعة هي غير آبها، هي متآمرة، شو الموقف بتعتبروا؟ لا نتحدث عن مؤامرة، نقول لكن هناك في صمت، وهذا الصمت لا يخدم القضية الفلسطينية ولا يخدم المنطقة، لأن العدوان عدوان على أمك كما أشرت. وبالتالي للأسف هناك صمت كبير بلف كل العواصم العربية أو معظم العواصم العربية. طب بس هذا الصمت شو سببه؟ يعني السبب البعض يقول أنه طب ما في على أساس أنه الإسلام السياسي هو وجه من وجوه هذه الأنظمة، شو صار حتى اليوم قطر لا تصمت عن هذا العدوان؟ شو صار حتى السعودية تصمت عن هذا العدوان؟ يعني يا أما هن أساس دعمهم لحركة الأخوان المسلمين ولابد أن يدعموا حماس، يا أما هن ما لهم علاقة واليوم بلاقوا أنه مش الخلافات، مش الخلافات العربية العربية يتم إسقاطها على القضية الفلسطينية، وهذا جزء من الذريعة للأسف. أنه بالنهاية لما يجي يقول أنه والله حماس اليوم موجودة في غزة، مصر تأخذ موقف لأنه حماس في مشكلة معها، أو السعودية نفس الشيء، وقطر اليوم تيجي بتقول لك أنا لأني مع حماس أنا لازم اليوم القضية الفلسطينية تدفع ثمن هذا التشظي. اليوم لا يجب أن يكون الخلاف على فلسطين، وإذا بدك تسقط خلافاتك الداخلية على فلسطين هو كارثة لفلسطين وكارثة للأمة. يجب أن تبقى الخلافات العربية عربية في المحور العربي، ما لهاش علاقة في القضية الفلسطينية. يعني لما إجوا الرومان بدهم في زمن الخلافة بين الإمام علي ومعاوية الله يرضى عنه كان الخلاف في أوجه، لما إجا الرومان بده يفوتوا على الإمام علي قال أخذ موقف في هذا الموضوع، وأنا إلي جانب معاوية في مواجهة الغزو الخارجي. اليوم الأمة أكثر من هذا غزو اليوم يواجه الشعب الفلسطيني والمنطقة العربية، أما أنا لهذه الشعوب أن تدرك وللأنظمة أن تدرك أن هذا كله له علاقة بتدمير ما تبقى من حياة في هذه الأمة. اليوم كما الإسرائيلي اليوم بيعيش في الضفة الغربية بأرخص احتلال، الأمريكي اليوم يفرض شروطه في المنطقة بأرخص سياسة يمارسها في تاريخ وجوده. اليوم النظام العربي الرسمي هو يدفع، هو يمول كل هذه الحروب التي تجري في المنطقة من مال النفط ومن مال الشعوب العربية وبالتالي من دماء الناس. اليوم كل الذي يقتل اليوم في المنطقة كل العرب والمسلمين بيجوا على المنطقة مشان يقتلوهم، وبالتالي اليوم العرب بيدفعون من دمائهم ويدفعون من أموالهم، والأمريكي بيتفرج وبرسم خرائط التقسيم والتشتيت والتفتيت لهذه المنطقة ونهب خيراتها بكل بأقل الخسائر. يعني بالعكس هو الذي يعني الرابح الوحيد من كل ما يجري في المنطقة. هل نحن ذاهبون إلى توحيد ساحات وتوحيد مقاومات في هذا العالم العربي، أو أننا أو أنكم بالأحرى كفلسطينيين ذاهبون إلى 1701 كما ذهب لبنان إلى 1701 بعد عدوان تموز 2006؟ بعد فاصل أخير. مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونتابع حوارنا مع ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو عماد الرفاعي. حاج أبو عماد، اتصال الأمين العام لحزب الله بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، شو أبرز؟ هل صحيح بأن السيد نصر الله أبلغكم بأنه كل الخيارات مفتوحة؟
لا شك الاتصال أو اللقاء كان هو عبارة عن تأكيد على وحدة الموقف تجاه النظرة إلى الكيان الصهيوني وطبيعته يعني تكامل فيما يتعلق بموضوع مواجهة العدوان الإسرائيلي لكل له رؤيته في كيفية التعاطي. يعني بالنهاية كل ساحة لها دورها في كيفية مواجهة ودعم الشعب الفلسطيني، وكان هو تأكيد على دعم الشعب الفلسطيني وقضيته في وجه هذا العدوان. ولا شك أن الاتصال أهميته يأتي في سياق يعني هو التأكيد. اتصال وليس لقاء، هو لقاء، لقاء الاتصال مع خالد مشعل كان ولقاء معكم. نعم. طيب هذا اللقاء متى تم؟ يعني في الأيام الماضية، الأيام الماضية القليلة. الماضية. طيب هذا اللقاء هل كان لكي يطمئن السيد نصر الله على المقاومة في فلسطين على مدى فعلا تقدم قدرة صمود هذه المقاومة؟ لا شك كان هناك قراءة للواقع الميداني في قطاع غزة، ومن الطبيعي أن يعني يسمع ما هو الواقع الميداني الحقيقي والفعلي على الأرض. وبكل تأكيد كانت يعني اطلاع السيد على أن المقاومة بما تمتلكه من إرادة ومن تصميم ما زالت في قمة عطاء وهي بخير. ودليل على ذلك أن إطلاق الصواريخ لم يتوقف في لحظة واحدة على المستوطنات وعلى المدن الصهيونية، إضافة إلى ذلك الميدان، ثبات المقاومة في الأرض وإلحاق الخسائر في جيش الاحتلال الإسرائيلي هو دليل على أن المقاومة تمارس دور رائع في التصدي لهذا العدوان. وتحدث عنه الإسرائيلي بحيث هل السيد تحدث عن أن هذه بشائر نصر كما قيل، وبأنه من خبرته بحرب تموز بأنه في لحظات ممكن الحديث أنه بدأ فجر النصر يبزغ مثل ما بيقولوا، هل صحيح أن السيد اعتبر بأن هذا الصمود للمقاومة أسر جندي من جنود الاحتلال، يعني تمكن المقاومة حتى اللحظة من صد العدوان البري، هل هذا بيعني نصر بالنسبة إليه؟ هو بكل تأكيد ما يجري في غزة هو انتصار، هو انتصار حقيقي وفعلي رغم شلال الدم الذي سال ورغم المجازر التي ارتكبها العدو الإسرائيلي. كل قارئ وكل متابع يدرك بأن الاحتلال الإسرائيلي في أزمة وهو الذي يبحث عن طوق نجاة، وكل هذا العالم الذي احتشد الآن هو جاء لينقذ إسرائيل وليس ليحمي أطفال غزة. وبالتالي عندما يكون الإسرائيلي في ورطة ويبحث عن مخرج يعني أن المقاومة انتصرت والشعب الفلسطيني انتصر، وهذا انتصار حقيقي يعني شكلوا الشعب الفلسطيني بتضحيات أبنائه وبمقاومي. وبالتالي هناك قراءة واضحة للجميع بما فيها سماحة السيد بأن الشعب الفلسطيني انتصر، وهذه علامة الانتصار واضحة الآن تلوح في الأفق نتيجة الحشد الدولي الآن الذي يريد أن ينقذ إسرائيل من المرطبة. هل أبلغكم السيد بأننا حاضرون لخوض المعركة معكم في حال ضعفت المقاومة، في حال يعني للأسف إن شاء الله لا، بس أنه في حال شفتوا أنه لا في بوادر لأي انهزام أو هزيمة، هل أعرض السيد بأنه حزب الله مستعد لتوحيد الساحتين الفلسطينية واللبنانية؟ أولا المقاومة بخير وما زالت قادرة وقوية وصلبة، قد يكون الوقت وبحاجة إلى تضامن شعبي وإعلامي وسياسي ومالي أكثر ما هو أن يكون هناك دعم عسكري وفتح جبهات، لأن هناك في ظروف موضوعية نحن قارئين بشكل جيد. طرح فتح الجبهات أو لم يطرح؟ لا لم يتم طرح فتح جبهات، لكن واقع غزة إذا حصل فيه شيء لا سمح الله هو سوف يتشظى على المنطقة كلها، وبالتالي ترددات ما يجري في قطاع غزة لا سمح الله صار فيه شيء يؤثر على قوة ووجود وصمود الشعب الفلسطيني لن تبقى باعتقاد المنطقة العربية بمأمن وبعيدة عن هذا التأثير. وبالتالي من الطبيعي أن تكون الجبهات كلها مفتوحة على العدو الإسرائيلي، من الطبيعي أن تتحرك كل العواصم والشعوب العربية والإسلامية وخصوصا دول الطوق للضغط على الاحتلال الإسرائيلي،
واعتبار أن القضية الفلسطينية من قبل هذه الشعوب ومن قبل هذه القوى هي قضيته. هل تحدث السيد عن تقصير الشعب اللبناني تحديدا باتجاه دعم هذه القضية؟ يعني حكينا كمان أنه بلبنان لحد الساعة ما في تظاهرة مركزية دعما لغزة ولأهلها. اللقاء نانسي تحدث عن يعني نقاشات لها علاقة بالاستراتيجيات خلينا نسميها أكثر والواقع الميداني في قطاع غزة، ولم يتطرق إلى التفاصيل الميدانية في كل قطر عربي حقيقة. وهذا يعني اليوم ما يجري في قطاع غزة يجعلك تتحدث بقضايا أكثر استراتيجية وعمق في واقع. أنتوا رحتوا تطمنوا إذا منشغلين عنكم حزب الله في سوريا؟ لا، احنا لم يعني لدينا قلق بأن هناك انشغال. هذا لقاء طبيعي بين قوى وحلفاء في مشروع المقاومة في وجه العدو الإسرائيلي، من الطبيعي أن يكون هذا اللقاء، وهذا لقاء طبيعي وروتيني يعني ليس استثنائي. بس تأكدتوا أن حزب الله منشغل عنكم في سوريا؟ عم تقول عنا كان قلق، هل تأكدتوا بأن حزب الله فعلا منشغل في سوريا عن فلسطين؟ لا شك الأحداث التي تجري في المنطقة وخصوصا في سوريا والواقع في لبنان من الطبيعي يشغل إن كان حزب الله ولا غير حزب الله، لأنه بالنهاية هناك تصبح، وهذا جزء دائما نتحدث عنه، من محاولة إشغال الأمة في مشاكلها الداخلية والقطرية تبتعد عن فلسطين. لكن هذا لا يعني أن يكون هذا الانشغال هو انشغال أصيل، هو انشغال طارئ. نتمنى أن تتوحد كل الأمة باتجاه القضية الفلسطينية وكل حركات المقاومة في المنطقة باتجاه القضية الفلسطينية، واعتبار هذه القضية هي القضية الأساسية والمركزية والتي يجب أن لا يشغلنا شيء ولا يسمح أن يشغلنا شيء يبعدنا عن فلسطين. إن كل انشغال خارج عن الصراع مع العدو الإسرائيلي هو بكل تأكيد خسارة لهذه المقاومة ولهذه الشعوب العربية والإسلامية. هل تعتبرون إطلاق الصواريخ، يعني عم تحكي إنه حزب الله والسيد نصر الله لم يتحدث لا عن توحيد جبهات ولا عن فتح جبهات، توحيد ساحات وفتح جبهات، هل تعتبرون إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة عمل مشبوه، عمل مدان، أم عمل مقاوم وعمل دعم لغزة؟ يعني أنا لا أستطيع أن أتحدث عن أنه مشبوه أو مدان، ولا أؤكد أنه هذا عمل مقاوم، لأنه بالنهاية بدك تشوف المعطيات الموجودة، من هي الأفراد، من هو من يطلق الصواريخ. إذا كانت نوايا من يطلق الصواريخ صادقة فهو عمل غير مدان، أما إذا كان من يطلق هذه الصواريخ بمفهومنا، لأنه بالنهاية هذه معركة، قد يخرج واحد يقول لك أنا والله تضامنا مع شعبنا ومجازر بشوفها في قطاع غزة لا أستطيع أن أقف، يأخذ خياره وبروح، وهذا الخيار قد يكون في أغلب الأحيان، لأنه دليل إطلاق الصواريخ أنها عاطفي. غير تقنية هو دليل تفاعل عاطفي محصور في بعض الأحيان مجموعات أو بأفراد أو بأشخاص. نحن لا نستطيع أن ندين أي عمل يوجه باتجاه العدو الإسرائيلي، وهذا الموضوع بده يبين إذا هو كان عمل انفعالي ونابع من صدق وإخلاص من يطلق هذه الصواريخ أو لا عمل مشبوه، هذه الأجهزة الأمنية هي التي تحقق بذلك. البعض يقول أنه إذا هالقد خيفانين على شوفينيتكم وأنكم هالقد متمسكين بلبنان أولاً أو مصر أولاً أو سوريا أولاً، دعوه أنه تنتصر غزة، لأنه لحظة هزيمة غزة ستشتعل الساحات العربية كلها. حضرتك مع هذا الموقف؟ كل تأكيد. تاريخياً ما يجري في فلسطين ينعكس على المنطقة، لأن دور إسرائيل في المنطقة هو دور سلبي، دور يراد منه أن يكون حامي للمصالح الغربية في المنطقة، هو ضامن للتفتيت المنطقة وتجزيئها، هو ضامن لإبقاء التخلف على 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 هذه المنطقة وفي هذه الأمة. أي هيمنة لإسرائيل وقوة إسرائيل هو سوف ينعكس على هيمنتها وقوتها على مستوى المنطقة، أي إضعاف لإسرائيل هو إضعاف لدورها في المنطقة، وبالتالي لا سمح الله إذا أضعفت المقاومة في فلسطين ستضعف كل المنطقة وستهيمن إسرائيل على كل المنطقة من جديد. اليوم أحد أسباب وجود أمريكا كان في المنطقة هو نتيجة تراجع وضعف إسرائيل، لأنه من أحد أهم وظائف إسرائيل في المنطقة هو أن تحمي المصالح الغربية في المنطقة. عندما لم تعد إسرائيل قادرة على حماية المصانع أجت أمريكا على المنطقة وبالتالي اليوم عودة يعني الحضور القوي والفاعل لإسرائيل من خلال لا سمح الله انتصار على المقاومة في قطاع غزة
هو أن يتم إعادة إعطاء الدور لإسرائيل كحامل المصالح الغربية في المنطقة، لكن هذا لن تناله إسرائيل ولن تحصل عليه الولايات المتحدة الأمريكية. المقاومة ستنتصر بإذن الله، المقاومة قادرة على هزيمة العدو الإسرائيلي، لأن المقاومة محقة وعادلة، وبالتالي لا يمكن لشعب محق في مطالبه أن تهزم إرادته وأن تهزم عزيمته وأن يهزم العدو الإسرائيلي. هل نحن أمام 1701 أو نسخة من 1701 كما جرى بنهاية حرب تموز التي انتهت ب 1701 وهو اتفاق دولي ألزم لبنان بوقف إطلاق نار حتى الساعة عمره 8 سنين؟ هل أنتم أيضا تعتبرون بأنه نحن ذاهبون أو أنتم ذاهبون كفلسطينيين في غزة إلى اتفاق شبيه بال 1701؟ في الحقيقة احنا لدينا خشية، هذا الحشد الدولي الآن بدأ يتحرك، قد يكون له علاقة في إيجاد صيغة لإنقاذ إسرائيل وإيجاد قرارات دولية تحمي إسرائيل. أي قرارات دولية لا تعطي للفلسطيني حقوق، هذه قرارات تبقى حبر على ورق. أيا كانت هذه القرارات، الشعب الفلسطيني إذا لم تعاد أرضه ولم يرفع الحصار المفروض عليه ولم يوقف العدوان الإسرائيلي عدوانه على شعب الفلسطيني، كل هذه القرارات لا تساوي شيء. نحن شعب مظلوم، شعب تحت الاحتلال، شعب بس اليوم محصر. تطالبون بفقط حدود غزة، يعني هلأ اليوم كل فلسطيني باتت غزة هي المطلب، من ضمن رفع الحصار عن غزة، فتح مطار في غزة، فتح معبر في غزة، رفع الحصار عن معابر غزة، فتح ميناء في غزة، وقف إطلاق نار لمدة 10 سنوات، كل هيدي عناوين غزة عم بتكون. هل اليوم الأرض وتحرير الأرض هو اختصاره فقط في غزة؟ من الطبيعي لا، اليوم أنت تدور معركة الآن على أرض غزة، الهدف منها اليوم هو كسر إرادة المقاومة ورفع الراية البيضاء. الشعب الفلسطيني لم تكسر إرادته ولا مقاومته ولم يرفع الراية البيضاء، إذن هناك صراع مع العدو الإسرائيلي، هذا الصراع نحن كذلك نأخوضه من أجل رفع الظلم الموجود على شعبنا في قطاع غزة. لا يمكن المقاومة مع كل هذه التقديمات من الشهداء أن نقول بأن يبقى الحصار مفروض على شعب الفلسطيني. وكمان يعني ليست مطالب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمقاومة الآن هو تحرير الأرض الفلسطينية كلها، نحن شعارنا وهدفنا وغايتنا هو تحرير كل فلسطين وإزالة هذه القيادة. بس اليوم أي اتفاق، لكن هذه خطوة من خطوات استعادة الحقوق الفلسطينية، الآن نحن نطالب بهذه الحقوق، الحقوق المشروعة. بس تقولون أنه اليوم أي اتفاق حدوده ستكون غزة، مش انه نحن رح نحكي بالاراضي المحتله ولا رح نحكي باللاجئين وحق العوده، رح نحكي بغزه وبدايته ونهايته غزه. يعني الاتفاق بالتاكيد هو ليس اتفاق على كل الصراع، هو اتفاق على جزء من الصراع الدائر الان في قطاع غزه، وبالتالي المطالب اللي بدنا نحملها الان مش مطالب انه احنا اليوم بدنا الاسرائيلي يروح ينسحب من فلسطين او من الضفه الغربيه وقطاع غزه والقدس، يعني وعيد الاراضي 67، لأنه إحنا مدركين أنه برضو مطالبنا متواضعة يعني الآن، لكن نحن معنيين بأن نستعيد هذه الأرض وهذه الحقوق، وهذا جزء بتراكم مع نضالات شعبنا من سنة لسنة ومن جيل لجيل. لكن الآن الصراع الدائر في فلسطين هو الصراع لإثبات الحق الفلسطيني ورفع الظلم الموجود عن أهلنا وشعبنا في قطاع غزة. بس البعض يقول بأنه اليوم أنتوا خسرتوا الأنفاق، جزء كبير من هذه الأنفاق. أي أنفاق؟ أنفاق بين فلسطين وبين غزة ومصر، الجزء الكبير منها وهي أنفاق الحيوية، هي الرئة التي تتنفس منها غزة، خسرتوها. هل هذه الخسارة مقبولة إذا ما فتح المعبر؟ يعني بتقولوا شو عزتنا للأنفاق إذا فتحنا المعبر؟ لا، أول شيء خسارة الأنفاق خسرناها لأنه في حصار، يعني المواد الغذائية 90% أو 80% المواد الغذائية كانت تدخل عبر الأنفاق. مظبوط. طيب اليوم أنت لما تغلق الأنفاق هل الشعب الفلسطيني بموت ولا لا؟ يجب على كان المصري ولا الدول التي يعني تعتبر أنها مع حقوق الإنسان أن تقول بأن هذا الشعب يقتل نتيجة الحصار المفروض عليه. اليوم لا، إحنا معنيين بفتح المعابر وإدخال كل المواد الغذاء الموجودة. ممكن نكون إحنا جزء من نخسره هو أنه أنت كنت تفوتي بطريقة أو بأخرى يعني ذخيرتك وسلاحك ولا ما هنالك. لكن اليوم أنا بدي أقول الشعب الفلسطيني شعب مبدع، أنا بدي أقول نسبة الآن الصواريخ التي تقصف على تل أبيب وعلى القدس هي صناعة محلية،
هي صناعة بإرادة الشعب الفلسطيني ومقاوميه. إحنا اكتسبنا، كنا نفوت هذه الصواريخ تأخذ وقت وجهد وإمكانيات وحجمة وإلى ما هنالك. اليوم هذه استنسخنا كل هذه التجارب وجينا عملنا تجارب في غزة واستطاع شعبنا الفلسطيني أن يبتدع. اليوم أحد أهم صدمة النظام العربي الرسمي أنه لم يستطع أن يضرب هذه المدن الصهيونية ولم يستطع أن ينتج ما أنتجته المقاومة. يعني اليوم المقاومة عندما تعمل صاروخ بوصل 120 كيلومتر أو 130 كيلومتر، مقاومة تحت الحصار، تحت حصار وتحت قصف وتحت إرهاب وتحت أجهزة الأمنية وتحت حصار العالم كله، يبتدع الشعب الفلسطيني هذه القدرة على إنتاج هذه الصواريخ التي تستطيع أن تصل إلى تل أبيب وبعد تل أبيب. طب هذا إنجاز الشعب الفلسطيني، ويقلق النظام العربي الرسمي للعاجز الذي يشري مليارات الدولارات سلاح لا ينفع ولا يضر، بل بالعكس معظمه بيصير خردة بعد 50. متى تتوقع أن تكتب نهاية هذه الحرب؟ في اليوم الأدي؟ أنا باعتقادي الإسرائيلي طالما أنه يعيش أزمة وهناك جهد الآن يبذل، أنا أرى بأن إذا الجهود كللت بالنجاح يعني لا تتعدى الأسبوع. شكرا لحضورك أبو عماد رفاعي ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، شكرا لحضورك. وطبعا نحن نأمل أنه تنتهي اليوم قبل بكرة هذه الحرب وهذه المجازر بحق غزة وأهلها، وإن شاء الله بالانتصار لفلسطين ولغزة ولكل المقاومة في عالمنا العربي على العدو الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، غدا حلقة جديدة من برنامج حدث، فكونوا على الموعد.